السلام عليكم الحباب لي زامي لي زابوني تاعي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح ندير لكم وصفه العرايش والتشارك بعجينه واحده ناجحه 100% وطريقه سهله للمبتدئات، وتجيكم ولا اروع وناجحه وطريه وتذوب في الفم. بسم بسم الله. الله. انا عندي كاس غير ربع سمن ونكملوه بالزيت. عندنا هنا 3 كار تاع سمن 1 كار تاع الزيت، نديروه نزيدو دركا بنفس الكاس نديرو المزهر. بنفس الكاس عندنا نص كاس نديرو مزهر والماء، باسكو المزهر تاعي قاطع بزاف. نزيد له الماء، عندنا نص كاس مزهر وماء، واللي عندها المزهر تاعها ماشي قاطع بزاف دير نص كاس ديريكت مزهر، ما ديرلوش الماء. نزيدو نخلطوه مع اليدام تاعنا، نزيدو قريصة تاع الملح، ونزيدو دو باكي دو سكر فانيلي. تما هنا عندنا 3 كار تاع السمن و 1 كار دو لويل، 2 باكي دو سكر فانيي، 1 بانسي دو سيل، 1 دومي فيغ دو دورونجي. دوك في هذا نديرو ثلث عبارات فارغ بنفس الكاس اللي عبرنا به السمن. تما هنا عندنا 3 فارينة و 1 سمن وزيت، 3 فيغ دو فارين، 3 كؤوس فارينة اللي عبرنا بهم السمن والزيت. توجور العبار اللي عبرنا به، نكونو صفيناه غربناه هذا الفارينة، نديروها على جهة فوالا. ودركا دوكي نخلطوها راح تبان لكم جارية ومن بعد تحكم روحها. ريحة المزهر والسمن روعة. هذه الوصفة تجي ناجحة 100%. هاي كيفاش تجي العجينة، تجي رطبة ما تجيكمش جارية بزاف كيما راكم تشوفوا. دركا نخلوها تروبوزي، خلوها تروبوزي ساعة بقليل باش من بعد كي تحلوها تجيكم سهلة. بعد حين نحكموا العجينة تاعنا، كل حبة نديرو فيها 50 غرام، 50 غرام في الحبة راح تجيكم ماين، ونحطوها. كل حبة نديرو فيها 50 غرام، تجيكم حبة بالطبع، ما تجي كبيرة ما تجي صغيرة. حطوهم يزيدوا العجينة بعد ما استراحت ساعة، تزيدوا كي تقسموها هكذا تخلوها تستراح ساعة واحدة أخرى، ديروا 50 غرام في لاباط بالفيلم ترانسبارون ونخلوهم يرتاحوا 1 ساعة، ليسي ريبوزي 1 ساعة لاباط. هنا درك درنا العقدة تاعنا، راهي عندكم العقدة تصيبوها في لي غوسيت تاعي، لا ميم شوز تاع المقروط ولا تاع التشارك. هنا عندنا 4 عبارات، لوز ولا جوز ولا واش حبيتو، هو التشارك يجي باللوز، بصح انا هنا كاع المكسرات اللي كانوا عندي درتهم حمصتهم ورحيتهم، تحمصهم غير شويه وترحوهم باش العقده تاعكم تجيكم بزاف بنينه، ماشي كيما كي ديروه خضر. ترفدو وتحبشوه بين يديكم هكذا اوكي فاش يجو توجدوها، وتجيبوا العجينة تاعكم كل حبة فيها 50 غرام، 50 غرام، ومن بعد تحطوها
حلوها شويه رقيقه بالحلال باش تجيكم مورقه كيما راكم تشوفوا. الطريقه سهله جدا، ديروا هكذا العقده لداخل وتغلقوا عليها في الطرف هكذا باش تجيكم معمره بالعقده، ما تجيش فارغه. تحبوا كاوكاو تحبوا لوز تحبوا، هو يجي باللوز دوغيجي بصح اللي عنده الكاوكاو ماشي مشكل، ثاني يجي بنين كيما راكم تشوفوا فيا. نلويها باش تجي مورقه ومن بعد نغلقوا الطرف وترقوهم كيما راكم تشوفوا. طريقه سهله جدا وتجي الحبه معمره الداخل، راهي تجي ولا اروع. نزيد لكم حبيبه، تجي سهله الطريقه. نحلو العجينه رقيقه كما كنتم تشوفوا، ما يهمكمش في الطرف كي تجي هكذا، يهم كي تكملوها تجي شابه. حبشوا واحد هكذا ونزيدوا واحد هكذا وتغلقوا هذه نديرولها هكا ونضغطو توشوك نضغطو باش ما يدخلهاش الهواء الداخل كيما راكم تشوفوا. نقلبوها هكذا تجيكم طريقة سهلة، بعد تزيدو تحفوها بيديكم. ماذا بكم الحبة ما ديروهاش حابطة، ديروها عادية باش تجيكم كيما تاع المحلات. لازم لكم بقليل 1 سنتيمتر ودمي، تجي عالية باش كي تحطوها في الكيسات تبان ما تجيش حابطة. هنا درك بعد ما وجدنا العرايش والتشارك تاعنا نديروه في الفور 200 درجه 20 دقيقه. دوك انا عندي الكتريك وانتم لا عندكم اغاز لازم تعسوه يكون غير شويه دوغي ما يكونش محمر. هنا راح ندير المازهر ودركا، وهنا نكون غربلت سكر غلاس تاعي. هنا نحكموا الحبه تاعنا نتاع التشارك، ما نغطسوهاش نخلوها لداخل، ايس ما ديروا لها هكذا نحوها ما نخلوهاش تشرب باش المزهر ما يعجنناش الحبه وما يدخلش لداخل تغمل. دونك هنا نديروها لداخل السكر لداخل السكر غلاس وتخلوها كيما راكم تشوفوا هاك. كل حبه ديروا لها لا ميم شوز. هكا راح نزيد حبيبه، شوفوا غير ندخلها نخرج ما نخليهاش تشرب المازهر. نزيدو نديروها ونغطوها بسكر غلاس مصفي خلوهم 4 ساعات داخل ولا 10 دقائق، اذا ما عندكمش الوقت خلوهم 10 دقائق هكذا باش يشربوا لكم السكر باش ما يديرلكمش القشره كي تحطها في التبسي نهار يومين يروح فيها، يبقى لكم توجور لا ميم شوز ما يتقشرش. هاد كان كيبس السكر تولي تولي طير هذيك لاكوش تاع السكر يولي الحبات تاعكم ماشي شبان. ديروا بهذه دوك 10 دقائق ونولي لكم. دوك هنا بعد ما جات عليهم 10 دقائق شوفوا ديجا رفدوا السكر يبان لكم بيان نت. دوك هنا بقى غير تسقموهم كيما راك تشوف، طريقه سهله جدا ناجحه وما يتكسر لكمش السكر بعد يامات يبقاو توجور شبان. وشنو ننصحكم ما تحطوش حبه فوق حبه. تشارك وصفه رائعه تراديسيونيل، انا عندي تشارك كل عيد لازم نديرو.
شبابل بزاف وبنين وريحة المزهر تاعو روعة وبريزونتابل وتراديسيونيل. هذو لي غوسات القدم توجور لازم نقادوهم، نديرو جدد في العياد، نديرو حاجات جدد، مي هاد القدم توجور لازم نقادوهم. شوفو تمسحوه ميم طون بيدكم هكذا، تنحو الزيادة باش الحبة ما تجيش معمرة سكر هكذا، ومن بعد طابيو باش تكون بيان فيني. هذه مازال ما كملناهاش، اي ديجا شابه. شوف واش رايكم، رائعه. تبعوا الطريقه حتى تنجحوا فيها 100%. شوف كيفاش ترفد السكر، لازم تخلوها هكذا في السكر 10 مينوت ماكسيموم ان كارد اور، وتجيكم ممسوحين، يجيكم روعه. كاين طريقه اخرى نقولها لكم، نتاع كي تسكروا تشارك بالشربات بالعسيله، هذيك الطريقه ثاني مليحه بصح ما تجيش بنينه كيما تاع المزهر. لوريجينال لا روسيت دار بالمزهر ماشي بالشربات هذاك. وكي تنحو نعطيكم ثاني ديزاستوس، كي تنحو تشارك من الفور بالك وتروحوا ديريكت تسكروه، غير يبرد شويه تسكروه، لازم يكون بارد كومبليتوم، خلوه اوما زوج سوايع باش يبرد مليح. علاش؟ باش العقده تاعكم كي تسكروه ما تغملش، باسكو الا غلقتو عليه هو يكون شويه سخون لداخل، راح العقده هذيك تتنظى وتغمل. الوغ لازم تخلوه يبرد مليح. نشوف ها هنا باش تجيكم بيان فيني، هنا باش نكملو الحبات تاعنا تاع الشارك يكونوا شبان، راح نديرو السكر في الصفاية ونديرو لهم هكذا. راح الحبة تجيكم بريزونتابل، كاع الحبات تعاودو لهم هكذا بلا ما تعاودو تسكروهم، سكروهم خطرة. واش رايكم، تحفة ولا ماشي تحفة؟ هاو جبت الشارك تاعنا، دوك نوريلكم كيفاش يجي طري. شوف الموس يحبط وحده، وشوفوا معمر بالعقدة، وصفة ناجحة 100%. ودرك كملوا معايا الفيديو باش نوريلكم العرايس كيفاش نسكروهم نكملوهم. دوك هنا المزهر اللي بقى لنا في التشارك ما نرموش، نصفوه ونكملوا به العرايش. هنا عندها ها ربع مزهر، نزيدو ربع حليب، ونزيدو ربع زيت. زيت المائدة هكذا باش نديرو الكلاصاج تاعنا. هنا كاين اربع مزهر، اربع حليب، اربع زيت، معنتها عبر زيت عبر حليب عبر مزهر. لما تحبيش المزهر تقدري ترومبلاسيه بالقارص، تقدري ديري عبر قارص في بلاصه المزهر، بصح دو بريفيرونس العرايش تراديسيونيل يديرو لهم مزهر ماشي القارص. هذيك الا درنا نخبز نديرو القارص. دوك هنا نبداو السكر تاعنا اللي طلينا فيه تشارك هو اللي نستعملوه، ونبداو نخلطوه بالعقل. ما راحش يتبركس لكم ما تخافوش، مالقي سكرنا فيه تشارك باسكو عليه فيه المزهر، وهذاك المزهر يطلق هاو ديجا ني دايراتو الداخل هو وينطلق ويذوب. هنا دوك حنا نديرو فوالا هكا نسكروه، نديرو السكر تاعنا بس صفيناه من قبل باش ما نخسروش السكر كلاص اللي بقى لنا في تشارك، نديروه في العرايش. هنا دوك هنا فوالا
كيما راكم تشوفوا مازال يخص، وراكم درتو في العجينه وحده تشارك والعرايش، وفي سكر واحد ديروا ثاني تشارك والعرايش به تشارك والعرايش هكذا باش ما نخسروش السكر، باسكو شحال من خطا كي نديروا تشارك وحده والعرايش وحدهم يبقى لنا توجور هذيك الطليه ولا يبقى لنا توجور هذاك السكر ما نصيبوش واش نديروا به، ومن بعد لازم نرموه باسكو فيه المزهر ما استعملناش ومشمخ يتخسر كما تشوفوا. نخلطوها بيان هكذا دوكا كي تكون ثقيله هكذا معناتها مليحه ما تحبطلكمش بيه فيه في الدبسي. شوفوا هذا هو لاستيش تاعو. دوك هنا انا راح ندير لها الكولورون باسكو ندير درنا تشارك بيض نديرو العرايش تشوفو وين كولور اللي توالم. دوك هنا راح نكولوريوها بالبلوسيان ما نكسروش فوالا ونزيدو نخلطو ما نحمقوش نديرو غير بالقطره. هاي الصعبة اي مليحة. دوك هنا نبداو نطلو الحبات تاعنا. دوك هنا نطلو العرايش تاعنا تقدروا تحطوهم فوق ان غرياج لازم تكون مغطية مليح باسكو الحبات تاعنا عالية العرايش ما نديرهمش حابطين ما يجوش شبان كيما راكم تشوفوا عاليين. بيفي تنشف هذا الطلية دوك هنا بعد ما نشفو العرايش تاعنا نحو لهم كاع داك اللي تحت اللي لاصق فيهم الزيادة باش يكونو بيان فينين نقيين فوالا هكذا تنقوهم. ودوكا هنا درنا غيون هذا أرجنتي. دوك انا هنا ما حبيتش نستعمل الباسو تاع السيليكون باسكو يخلي لي لي تراس ما يديرهاليش بيان فيني. صافي هنا ديروا في البريون وديو لها هكذا راح تجيكم بيان ليس مخدومه مليح خير من الباسو. شوفوا تمسحوها كامل بالبريون ارجنتي بانسو اللي يجي بالسيليكون فيه هذوك الخيوط تاعو خشان ما يخرج لكمش الحبه بيان فيني وشابه ماشي كيما هذا اللي ليس وي لي ستيريليزي بروبر يي بيان كوم يفو. دونك هنا بعد ما درنا لها بيان هذا لو بريون ارجنتي وانا ديرتهم بلو سيال. دوك هنا نديرو قطرة من هذاك الطلية تاعنا فوالا نحو هذا الزائد ونلصقو البابيون باش يبقى عندنا بيان مخدوم هاه نجيكم اون غوسيت روعه و بيان بريزونتي فوالا ونكملو بهذه الطريقه بعد الحين. ها موجدو العرايش تاعنا شوفوا جو ولا اروع كيما تاع المحلات ناجحين 100% وزدنا درنا تشارك كيما شفتوه زوج وصفات في وصفه يجيكم ساهل ماهل. وإلا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تابوني وديروا جيم وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو فضلا ماشي امرا وراكم تعاونونا كديروا لنا لي جيم. ان شاء الله الفيديو كانت خفيفه ظريفه وان شاء الله تنجحوا فيها وتبعثوا لي في التعاليق تاعكم الجميله ويعطيكم الصحه.